وزارة الموارد المائية اتخذت عدة تدابير لمواجهة أزمة شح المياه في العراق، وأبرزها إعادة تأهيل القنوات المائية وتشجيع استخدام أنظمة الري بالتنقيط والرش بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وضمان توفير المياه للمواطنين والزراعة. الحمد لله انه خلال الموسم الماضي يعني تعزز الخزين المائي على يعني في داخل العراق، ورفدت خزاناتنا المائيه بتصاريف جيده. الوضع ان شاء الله مطمئن في دجله والفرات، كذلك الوضع يعني نوعا ما جيد. بالتالي الوزاره يعني كل كوادرها وهيئاتها وتشكيلاتها تستمر بأعمال يعني توزيع عادل للحصص المائية على مستوى المحافظات وكذلك داخل المحافظات. مختصون أكدوا أنه بات من الضروري اتخاذ مجموعة من الحلول العاجلة والاستراتيجية لمعالجة الوضع الراهن وتجنب تفاقم الأوضاع في القرى والأرياف. لقناة دجلة عمار الطائي، بابل.